بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس عبد الله علي. إن شاء الله في الفيديو هنتكلم عن المحتوى كورس التكلا اللي هنشتغل فيه مع بعض. بس الأول صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أول مشروع معانا في المحتوى بتاعنا هيكون عبارة عن فريم. في الفريم دوت هنستخدم نظامين مختلفين. النظام الأول هيكون عبارة عن نظام الفريم بتاع اللي هو الرافتر والعمود، والنظام التاني هيكون عبارة عن الترس. الفريم بتاعي الواجهة بتاعته 40 متر، هنقسمه 20 متر نعملهم فريم، والعشرين متر التانيين هنعملهم ايه؟ ترس. طيب ايه الموديل بتاعنا؟ هنعمله من ال A to Z، تمام. وهنعمل مع بعض كمان اللوح. هنخرج كل اللوح، هنخرج لوح جنرال درونج، ازاي تعمل لوح جنرال درونج، ولوح الاسمبلي، ولوح السنجل بارت. تاني مشروع معانا هيكون عبارة عن مشروع تيليكوم تاور. في المشروع دوت هنبتدي برضه نتعرف مع بعض ايه هي الفكرة بتاعة أبراج الاتصالات، وازاي ترسم برج اتصالات، تمام. وبرضه هنخرج اللوح بتاعته، لوحة التصنيع. ولكن في الأول هنبتدي نتكلم مع بعض عن مقدمة عن برنامج التكلا وبرنامج التكلا يقدر يعمل ايه. بعد كده هنتكلم مع بعض عن الجريدات، ازاي اقدر اعمل الجريدات، يعني لو انا لسه هبدأ من الصفر خالص ما بعرفش اشتغل على برنامج التكل اول مرة افتحه. فهنبدأ في الاول كده قبل ما نخش في المشروعين اصلا. هنتكلم عن الجريدات وازاي اخد فيوهات حوالين الجريدات. بعد كده هنتكلم عن اوامر الدرو بتاعتي، سواء درو كولوم او بيم او بليت، وازاي اعمل التون بروفايل اللي هي الدبل انجل باك تو باك كل ستار شيب وهكذا. وهناخد برضو معانا السناب اوبجكت، اللي هي السناب اوبجكت دي شبيهه بالسناب اوبجكت بتاعت الاوتوكاد، اللي هو الميد بوينت والنيرست والانترسكشن وهكذا. بعد كده هنتكلم عن الفرق ما بين الورك بلان والفيو بلان. انا عندي برنامج التكلا دوت ده برنامج 3D، فبالتالي هشتغل فيه الثلاث محاور اللي هو الاكس والواي والزد. دي كده المحاور الرئيسيه بتاعت البرنامج. طيب لو انا عندي المشروع بتاعي في اجزاء مايله، في الحاله دي هضطر اشتغل على حاجه اسمها الورك بلان. فهنتكلم عن الفرق ما بين الورك بلان والفيو بلان، وازاي اقدر اقلب المحاور بتاعتي. بعد كده هنتكلم عن اوامر الكوبي. عندي الكوبي 4 اوامر. عندي الكوبي العادي اللي هو انا انسخ شيء من مكان لمكان، عندي كوبي لينير، كوبي ميرور، وكوبي روتيت. هتكلم عن كل الاوامر ديت وايه هي الشروط اللازمه عشان اعمل كل امر من دول. برضه نفس الكلام في الموف، نفس الكلام ازاي اموف شيء من مكانه وهكذا. برضو عندي موف لينير وموف ميرور وموف روتيت. نفس الكلام برضو هنتكلم عن شروط كل واحده فيهم وازاي تعملها. بعد كده هنتكلم عن حاجه اسمها الفيس مانجر. الفيس مانجر ديت بستخدمها لو انا عايز انقل حاجه من موديل لموديل تاني. انا مثلا دلوقتي عندي حاجه في موديل تكلا، تمام، عايز انقل الحاجه دي لموديل تاني، تمام. الفيس مانجر ليها استخدامات كتير برضو هنتكلم عليها في المحتوى بتاعنا. بعد كده هنتكلم عن الايديت بروبرتيز. الايديت بروبرتيز ديت اللي هي اوامر التعديل في الممبر. مثلا لو انا عايز اقطع جزء من الممبر بتاعي، اعمل قط، اعمل فيت، تمام، وهكذا. الكونستراكشن بروبرتيز اللي هي عندي زي الكونستراكشن لاين والكونستراكشن سيركل وهكذا، بستخدمها في ايه؟ ديت اشبه بالجريدات المحاور. الكونستراكشن ديت اوامر بتساعدني في الرسم. لو انا مثلا عايز ارسم على حاجه مش موجوده على جريد، استخدم اوامر الكونستراكشن عشان اقدر استخدمها. عندي اوامر الميجر بروبرتيز، ازاي اقيس مسافه، اقيس المسافه بين المسامير، كل الحاجات دي برضو هناخد كل اوامر الميجر. الكونكشن، انا دلوقتي عندي لما باجي ارسم اي ممبر وممبر تاني بيكون في كونكشن ما بينهم. الكونكشن دي يا اما تكون ويلد يا اما تكون بولتد. فهنتكلم عن ازاي اعمل الكونكشن باستخدام المسامير. وفي التكل حاجه اسمها المايكرو كونكشن، دي مكتبه جاهزه من الكونكشن التكل عاملها زي كونكشن مقترحه كده بتسرع معاك. هنتكلم عنها في المحتوى بتاعنا، وبرضه هنتكلم ازاي اقدر اعمل الكونكشن ديت بايدي. بعد كده هنتكلم عن الويلد، تمام، والاسمبلي، ايه هي هو الاسمبلي وازاي اقدر اعمل اللحام بتاعي. بعد كده هنتكلم عن السلكشن بروبرتيز، تمام. ده كله كده هنتكلم عليه قبل ما نبدا في المشروع. طبعا لما نبدا في المشروع هيظهر لنا برضو حاجات تانية كتير، ولكن دي حاجات اساسيه لازم قبل ما نبدا في المشروع نكون عارفينها وعندنا خلفيه بيها. بعد كده هنبدا باول مشروع معانا وهو الدبل سبان فريم بتاعنا، وتاني مشروع معانا اللي هو التليكوم تاور. نيجي نبص نظره سريعه كده على المشروعين دول. ده كده اول مشروع بتاعي.
المشروع عبارة عن فريم، إلا الفريم التوتال اريا بتاعته عندي 40 متر في 50 متر. تمام، مقسم ال 40 متر ديت، أول 20 متر دي عاملها فريم، وتاني 20 متر عاملها ايه؟ تراس. في الفريم مستخدم نظام عادي اللي هو العمود والرافتر، وهنا مستخدم نظام الا التراس. تمام، ده كده اول مشروع. في المشروع دوت هنخلصه من A to Z، كل الكونكشن بكل التفاصيل، حتى الكونكشن بتاعت الفاونديشن، وهنعرف ازاي نرسم الفاونديشن وازاي نرسم التسليح بتاعها. طيب ده كده بالنسبه للمشروع دوت. برضه هنطلع له كل اللوح، لوح الجنرال درونج، وازاي اقدر احدد لوح الجنرال درونج، ايه هي اللوحه اللي انا هستخدمها، او المشروع دوت اخرج له كام لوحه. برضه هعرف ايه هي لوح الاسمبلي درونج، وايه هي لوح السنجل بارت درونج. نفس الكلام اللي هنطبقه هنا هنطبقه على مشروع التليكوم تاور، ده كده برج اتصالات. تمام، هنعرف ايه المبادئ اللي احنا بنستخدمها في مشروع البرج بتاعي لو انا كان عندي تليكوم تاور. تمام، وايه هي الفكره بتاعته من اساسه يعني. تمام، وازاي اقدر اوظف بقى برنامج التكلة ان انا ارسم حاجه بالشكل ده ويكون مايل. يعني انا عندي المشروع بتاعي دوت ده كله مايل، يعني مش مرسوم على محور، لا. فهنتعلم برضو ازاي نرسم حاجه تكون مايله بالشكل ده.